والآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث عن هذا الأمر المهم في حياة الإنسان، ألا وهو كيف يوسع الإنسان في رزقه حينما يأخذ بهذه الأسباب التي سنتحدث عنها. هناك أسباب مادية يأخذ بها الإنسان، وهناك أسباب إيمانية. الأسباب الإيمانية هي التي سنتحدث عنها، أما الأسباب المادية فكل إنسان يعلمها. أنا حينما الإنسان يضيق عليه في الرزق أو يبحث عن عمل فبيسأل أصدقائه، بيذهب إلى إحدى الوكالات التي تبحث له عن عمل إلى آخر هذه الأمور، لكن أو يزيد في ساعات العمل، هذه أمور يعلمها الإنسان جيدا. لكن هناك أسباب إيمانية ينبغي على الإنسان أن يأخذ بها، وحينما يأخذ بهذه الأسباب سيلاحظ فرقا شاسعا في حياته. وقبل أن أتحدث عن هذه الأسباب، هي أسباب كثيرة سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن ثلاثة منها، ولكن قبل أن نتحدث عنها لابد وأن نعلم أن كلمة الرزق كما قلت قبل ذلك، حينما نقول كيف يوسع الإنسان في رزقه فلا يقصد بالرزق الأموال وفقط. الأموال التي يتقاضاها الإنسان أو الفلوس ليست هي الرزق الوحيد في حياته، لأن كثير من الناس حينما يسمع كلمة الرزق بينصرف ذهنه مباشرة إلى الأموال. وهناك نعم كثيرة في الحياة مقدمة على نعمة المال، أو مقدمة، أو هناك أرزاق كثيرة في الحياة مقدمة على رزق المال، ونعمة الصحة مقدمة على المال، لذلك قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي قال فيه: الصحة لمن اتقى خير من الغنى، ونعمة المال مقدمة على نعمة الصحة، وهكذا. يعني لو عددنا النعم سنجد أن نعمة المال بتأتي متأخرة، أو رزق المال بيأتي متأخرا على أرزاق كثيرة تسبق. الشاهد أن أرزاق أن الله سبحانه وتعالى حينما ينعم على الإنسان بالرزق ويبارك له فيه، فينبغي على الإنسان أن يعدد هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها. السبب الأول من أسباب سعة الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله عز وجل معناها واضح، يعني حتى لا يذهب الإنسان بذهني بعيدا حينما يسمع كلمة التقوى يقول يعني وأنا لابد أن أكون وليا من أولياء الله حتى يوسع الله سبحانه وتعالى لي في رزقي. لا، أصلية التقوى معناها أن تعمل بطاعة الله وأن تبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. الحلال بين والحرام بين، إذا ما قام الإنسان بذلك أصبح متقيا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أصبح من أولياء الله، أن ولاية الله سبحانه وتعالى يعني لابد. إذا عمل الإنسان بالتقوى، عمل بالطاعة وابتعد عن المعصية، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فتكون نتيجة هذه التقوى أن يوسع الله سبحانه وتعالى في الرزق. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني مخرج من كل الأمور التي تنقص عليه في حياته. وفي نفس الوقت قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من جهات كانت لا تخطر على باله ولا تأتي في حسبانه الله سبحانه وتعالى يرزقه منها. يعني يجد هذا الإنسان أن الرزق يتنزل عليه من السماء ويخرج له من الأرض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يدري الإنسان يجد الرزق يأتي إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن يقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. دي نتيجة التقوى، البركات تتنزل من السماء تخرج من الأرض للإنسان. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لأكلوا من فوقهم، يعني انظر إلى الألفاظ القرآنية، لأكلوا من فوقهم يعني دلالة على سعة رزق الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شريطة تقوى الله سبحانه وتعالى الإيمان والتقوى. ولو أن القرى آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى، الإيمان هي الأمور العقدية التي يعتقدها الإنسان من ناحية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر هذه الأمور المعروفة في علم الإيمان أو في علم العقيدة. ويضاف إليها التقوى، التقوى اللي معناها العمل كما قلنا بطاعة الله، اللي هي العقيدة والشريعة أو الإيمان والاستقامة. لا يصح أن يكون الإنسان مؤمنا بلسانه ولا يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: آمنوا واتقوا. وفي آيات فصلت يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني في إيمان وفي تقوى اللي هو الإيمان والعمل الصالح يعني. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه لا يصح أن يكون الإيمان باللسان وينتهي الأمر، وإنما إيمان ويتبعه عمل صالح اللي هي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، والابتعاد عن الأمور التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأله: أوصني يا رسول الله. فأو يعني في وفي إجازة الوصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني آمنت بالله ثم استقم، أربع كلمات. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: إيمان اللي هو الأمور العقدية التي تحدثت عنها، والاستقامة اللي هي أن يستقيم الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن معنى ذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيأتي على رأس هذه الأسباب إذا ما أراد الإنسان أن يوسع في رزقه وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في حياته، يبقى عليه بتقوى الله عز وجل. السبب الثاني هو شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه، وهي نعم كثيرة. في الخطبة التي كانت قبل الخطبة الماضية والتي كان عنوانها الذين يأكلون ولا يشبعون، قلت بأن كثير من الناس يجيد التشكي فقط. يعني تجده حينما يجلس مع زوجته ولا مع أصحابه ولا مع أصدقائه لا يتحدث إلا في الشكوى، يشتكي من العمل، يشتكي من السيارة، يشتكي من البيت، يشتكي من كذا، يشتكي من كذا، وكأنه ليست هناك نعم في حياته. كثرة الشكوى أو كثرة التشكي بتعطيك أمور سلبية في حياتك، والناس الذين تشتكي إليهم لن ينفعوك في شيء، وربما كان فيهم من يحقد عليك فيفرح في ابتلاءاتك ومصائبك. إذن ما الحل؟ الحل هو أن تعود نفسك التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، اللي هي الأمور الإيجابية في حياتك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أن حتى كثرة الكلام في نعم الله سبحانه وتعالى عليك يعطيك نواحي إيجابية في حياتك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا فيه أمر قرآني: وأما بنعمة ربك فحدث وإن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. أضف إلى هذا أن في كثرة تحدثك بنعم الله سبحانه وتعالى هذا فيه شكر الله عز وجل، وبالتالي يزيدك الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم ليس معناها لئن كفرتم بالله، لأن هذا كفر دون كفر، ليس كفر بالله وإنما هو كفر بنعم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات سورة النحل:
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم يقل فكفرت بالله إنما قال فكفرت بأنعم الله، يعني كفرت بنعم الله. يبقى الإنسان لما يجحد ويكفر بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، الله سبحانه وتعالى يقول إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود بنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي آيات سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار، بعد أن قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. نعمة الشكر، أن تتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى لا يجدها إلا القليلون، ولذلك قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. ولكن تأكد أن الله سبحانه وتعالى حينما يرى أثر نعمه عليك يزيدك وسيجزي الله الشاكر، وفي آيات أخرى وسنجزي الشاكر. إذن السبب الثاني اللي هو الشكر لله سبحانه وتعالى، شكر الله سبحانه وتعالى يقودك إلى أن ينعم الله عز وجل عليك بالمزيد. السبب الثالث من الأسباب الإيمانية لسعة الرزق والبركة في الحياة هو أيضا متعلق بشكر الله سبحانه وتعالى، لكن من ناحية أخرى اللي هو شكر الوالدين، لأن شكرك للوالدين فيه شكر لله عز وجل. الله عز وجل قال أنشكر لي ولوالديك، أشكر الله سبحانه وتعالى أولا بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأحسن إلى والديك وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا. فشكرك لوالديك يتعلق به أمر آخر وهو صلتك لأقاربك وأرحامك، لأن البر بالوالدين بيتبعه صلة الرحم، لأنك حينما تصل أرحامك، هم أرحامك دول منين يعني؟ هم أقارب أبيك وأقارب أمك، فحينما تصلهم فقد بررت بأبيك وبررت بأمك. ولذلك جمع المحدثون بين البر والصلة في كتب الحديث، وعنونوا هذا الباب بقولهم باب البر والصلة، بر الوالدين وصلة الرحم الاثنين مع بعض. والله سبحانه وتعالى كما قلت حينما تشكر الوالدين فأنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو السبب الرئيس في وجودك في هذه الحياة، أما الآباء فهم من أسباب الله سبحانه وتعالى في وجودك في هذه الحياة. فعملية البر للوالدين والصلة للأرحام فيها ما فيها من توسعة الله سبحانه وتعالى في رزق الإنسان والبركة في حياته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يبارك الله سبحانه وتعالى له في عمره وفي حياته، فليصل رحمه. وفي روايات أخرى فليبر والديه وليصل رحمه، اثنين مع بعض، فليبر والديه وليصل رحمه. وحتى لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، هو متضمن في الأساس لمعنى البر، يعني لأنه ليس من الممكن أن تكون وصلا لأرحامك وأنت في نفس الوقت غير بر بأبيك أو عاق لأبيك وأمك، فصلة الرحم هي نتيجة لبرك بوالديك. المهم أن بر الوالدين وصلة الرحم هما من أهم الأسباب التي ينبغي على الإنسان أن يأخذ بها حتى يلحظ سعة الله سبحانه وتعالى له في رزقه وبركة الله سبحانه وتعالى له في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.